أهلا بحضراتكم في تغطية جديدة من قناة أون لمتابعة تصويت المصريين في الخارج في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، واللي بتجرى الانتخابات في 121 دولة في 137 سفارة وقنصلية مصرية، وبيتنافس في كل من المرشح عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران والمرشح عبد السند يمامة والمرشح حازم عمر. هنكون مع حضراتكم على مدار ساعة أنا وزميلتي شيرين. أهلا بك يا شيرين. أهلا بك يا نسمة، وأهلا بكل مشاهدي قناة أون في كل مكان. الحقيقة المصريين في الخارج نجحوا في أنهم يحولوا المشهد الانتخابي لاحتفالية في حب مصر، لأنه مع بداية عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج اصطف أبناء مصر في الخارج بأعداد كبيرة جدا أمام السفارات والقنصليات في مشهد نقدر نقول عليه أنه فاق كل التوقعات. فعلا المصريين في الخارج بيرسموا لوحة جميلة في حب الوطن. المشهد اللي بنتابعه من أول يوم في الانتخابات بيأكد كمان حرص الجالية المصرية في كل مكان على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم ومن يقود البلاد خلال الفترة القادمة. لمزيد من المتابعة للمشهد الانتخابي في إسبانيا بينضم إلينا عبر زوم من مدريد الدكتور طارق النجار، أحد ممثلي الجالية المصرية بإسبانيا. أهلا بك يا دكتور. اهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين كلهم. اهلا بحضرتك. في اليوم الثالث للانتخابات ايه هي الرساله اللي بيقدمها المصريون من اسبانيا للعالم؟ والله زي ما حضرتك، انا هقتبس من كلمه حضرتك ان هم بيعملوا ملحمه حقيقيه في حب مصر. اكيد. طيب اتكلمنا عن مؤشرات التصويت في اليوم الثالث، يعني احنا شايفين دلوقتي في اقبال شديد جدا وخصوصا في ايام الاجازات السبت والحد. والله بس حضرتك، لما بدات الانتخابات الحمد لله يوم الجمعه وامبارح والنهارده، يعني في على غير العاده وغير على غير المتوقع ان في اول يوم كمان كان في يعني ازدحام شديد جدا على اللجنه الانتخابيه، على غير المتوقع تماما. امبارح طبعا كان فيه يعني عرس انتخابي وفرح كبير جدا جدا جدا، وجه الناس من كل انحاء اسبانيا، ويعني بجد كانت حاجه مشرفه وحاجه بتعكس الانتماء الوطني لمصر الجميله بتاعتنا. النهارده كمان الحمد لله في توافد من الساعه 9 صباحا، كانت ناس واقفه مستنيه دورها عشان يدخلوا يدلوا باصواتهم، وبكل اعتزاز وكل سهوله للعمليه الانتخابيه الحمد لله. دكتور طارق، برايك ما هي اسباب المشاركه الكبيره من المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسيه؟ شوفي، يعني من الحاجات الملاحظات اللي انا شفتها في الثلاث ايام دولت اللي فاتوا ان معظم الكتله التصويتيه جايه من الشباب. فده انعكس شيء، انا شايف ان هو انعكاس لجيل جديد عايش في اوروبا، بيعرف حقوق الدستوريه ومثقف وعارف ايه التحديات اللي بتواجه بلدنا وايه المفروض ازاي نقف جنبها وازاي ان صوتنا مؤثر في هذه العمليه في اختيار رئيس يعكس شخصيه كل مصري عايش في الخارج او عايش في الداخل. فيمكن ده كمان من ضمن الحاجات اللي اثرت وزودت الاعداد الناخبين الموجودين دلوقتي. والحاجه الثانيه يعني الحرب بتاعت غزه، يعني اعتقد كمان قلبت موازين كتيره على يعني احنا عايشينها، وبالتالي كل الناس شايفين ان احنا لازم نصطف ايد واحده وننسى اي خلافات وننسى اي تحديات اقل من التحديات اللي بيعيشها الوطن في هذا الوقت يعني. حقيقي. طيب شايف ان التسهيلات اللي قدمتها السفاره المصريه في مدريد سهلت عمليه التصويت، وهل كمان الامكانيات التقنيه الجديده اللي اضافتها الهيئه الوطنيه للانتخابات صنعت الفارق في الانتخابات الحاليه؟ ده بكل تاكيد السفاره في مدريد طبعا سهلت كل اجراءات العمليه الانتخابيه. بالعمليه الانتخابيه بتسير بشكل جيد جدا، الناخب بيدخل وبيخرج في خلال تقريبا دقيقه. والحاجه الثانيه كمان تسهيلا على المواطنين في ايام الاجازات ديت، وكما ان الناس بتيجي كل ديت من اماكن بعيده من 600 كيلو متر و 800 كيلو متر، اماكن اسبانيا كبيره جدا، فالسفاره فتحت ابوابها كمان لتخليص الاجراءات القنصليه لاي مواطن جاي من بعيد، على اساس انه كمان يستفاد بالمشوار بتاعه اللي هو جاي عليه عشان يخلص اي حاجه هو محتاجها، سواء شهاده ميلاد، سواء تجديد باسبور، تجديد بطاقه، اي حاجه محتاجها. فحقيقي لا، السفاره قامت بدور كويس جدا جدا جدا، مشكروا عليه. السفاره نسقت مع كل الجهات الامنيه
الاسبانيه لتامين العمليه الانتخابيه بشكل جيد جدا. يعني حقيقي قاموا كلهم بدور يعني يستحقوا عليه الشكر. ما نقدرش نقول يعني اقل من كده. بشكرك جدا، شكرا جزيلا استاذ طارق النجار احد ممثلي الجاليه المصريه باسبانيا.